طيب، كل اسبوع بيتبنى برنامج بوليفارد المواهب الاضاءه على قضيه اجتماعيه مهمه ضمن سلسله حملات توعيه، ومن اجمل واقوى المشاركات ليكم كانت في حمله ضد التنمر، وتحديدا التنمر الالكتروني. قبل ما نسالكم في الموضوع خلينا نشوف مع بعض التقرير ده. كانوا يقولوا لي فاشلة. صوتك مو حلو. ما تغنيش تاني. خشمك كبير. ود هندية. انتي زعلانة ليه؟ صوتك مثل المعزة. توما ما تستحقوش تكونوا في البرنامج. شايف نفسك حيل الأحول. انتي اسكتي، انتي ما تتكلمي أبدا أصلا. ركز في دراستك أحسن لك. كفاية صداع. فني لازم تغنيزك. انتي مالك لازمة في الحياة. كلمة ممكن تخلي حياة إنسان تقلب من فوق لتحت. تعرضت كتير لتنمر بحياتي. في كل مكان في تنمر. في المدرسة، في الباص، في الخدمة، مول، بالشارع، في البيت، أي مكان محاطين فيه بناس، حتى ورا الشاشة. نحب نقول للشخص اللي يتنمر قبل ما تكتب أي تعليق أو توجه كلام لأي شخص، قيسه على نفسك أولا. ممكن بالنسبة لك تعليق بسيط ما بيأثر كتير، بس تذكر اللي ورا الشاشة، ورا الشاشة، خلف الشاشة إنسان. فارس وفاروق، عن جد هذه حملة كتير مهمة وخاصة بهذه الأيام، وأنتوا حكيتوا عن التنمر الإلكتروني، فخبرونا إذا كان عندكم فرصة أنه تواجهوا المتنمر، شو بتحبوا تقولوا له بطريقة مباشرة؟ صراحة أنا رسالة للمتنمر، خصوصاً نحن من أول أسبوع دخلنا البوليفارد حتى كنا مشتركين جدد وجينا بلاس مشترك آخر، طبعاً جينا شوية هجوم في الأسبوع الأول، أما في نفس الوقت نحن كنا قويين مش نبرز روحنا ونوريه للناس إنه حتى نحن جينا عنا حلم كما أي مشترك آخر لهنا. فرسالة صغيرة إنه هذا المتنمر هو ما فهميش علاش أي سبب بش تطيح أو تكسر قلب أي من المشتركين هنا. إيجا بلاصتنا، فكر في الكلمة وزنها قبل ما ترسلها، حتى في الأخر راهو نحن إنسان كما قالوا، والتنمر نفسه بالضبط إلكترونيا يساوي تنمر في الحقيقة، ما فهميش حتى اختلاف. صح. آه. طيب فاروق وفارس، إيش هي القضية الاجتماعية اللي تتمنوا أنكم تكونوا مشاركين فيها، مشاركين يعني في حملة توعوية عشان تواجهوها؟ أسف ما سمعت السؤال. القضية الاجتماعية اللي تتمنى أنكم تشاركوا فيها عشان في حملة توعوية يعني عشان تواجهوهم. بالنسبة لنا أنا وياه متفقين على واحد حاجة مهمة في العالم كامل اللي إحنا ينبغي نركز عليها بزاف، اللي هي تعليم الأطفال. تعليم الأطفال في العالم كله، حق التعليم للطفل. yes. وين ما كان، في العالم العربي، في العالم بصفة عامة، حق التعليم وحق لكل إنسان. أكيد. لأنه العلم نور ومن دونه الدنيا ظلام.